انا راح اسوي من الاشكال بس اغيره. ضمن حملة الإعمار التي تتنفذ في محافظة نينوى، زيارتنا اليوم مع السيد مهندس بشار ثامر مدير هندسة الإدارة المحلية إلى بناية مديرية البيئة وملحقها بناية المختبرات. هذا العقد هو استئناف من خطة تنمية الأقاليم 2009، تم إعادة إدراجه ضمن خطة تنمية الأقاليم 2021. العمل ينفذ من قبل شركة جمال الأنوار للمقاولات. نسبة الإنجاز في هذا المشروع بحدود 65%. من المؤمل إنجاز المشروع نهاية العام الحالي. العمل يسير بصورة جيدة وبموجب المواصفات الفنية وبإشراف كادر هندسة الإدارة المحلية ضمن معاونة الخدمات في ديوان محافظة نينوى. المشروع يتكون من بناية هيكلية من 4 طوابق، مساحة كل طابق بحدود 300 متر مربع، يتكون أيضا من قاعات مكاتب للمدير والكادر الإداري والفني في المديرية. أيضا ملحق في هذا العمل هو بناية المختبرات، مساحة هذه البناية بحدود 200 متر مربع. العمل يجري بتنسيق مع مديرية البيئة. إن شاء الله نهاية العام يتم تسليم العمل إلى الجهة المستفيدة.